السلام عليكم طلابي، ورحب بكم محاضرة جديدة. مادة صناعة الأسنان هي تكملة للمحاضرة السابقة. المحاضرة السابقة احنا كان موضوعنا هو Selection of Anterior Teeth. زين، اليوم راح نكمل ال Selection for Posterior Teeth وندخل بال Teeth Arrangement. طبعا الفكرة السلكشن مال بوسير تيث، يعني ان جنرال الكرايتيريا والفاكتور يعني تقريبا يعني نقدر نقول ذا سيم. هما تتحدد السلكشن مال بوسير تيث بالشيد، بالسايز اند بالفورم، بس الديفرنت احنا قلنا ان جنرال الديفرنس بين سلكشن اوف بوسير تيث اند انتير تيث، الديفرنس ان انتير تيث فور استيتيك اند بوسير تيث فور function. لذلك تشوفون هنا الثيرد فاكتور، العامل الثالث راح يكون شنو الديفرنس مالته، هو الاكلوزال فورم، يعني مو الاستيتيك فورم مثل الانتيير تيث. فبالنسبه للشيء، طبعا بالنسبه للشيء اوف بوسير تيث، زين، هو فولو يعني احنا بيسكلي احنا السلكشن مالتنا راح يعتمد على شنو بالشيء سلكشن للبيشنت، هو الانتيير تيث على مود الاستيتيك، وذكرنا الماني فاكتور. بالنسبه للبوستيرير تيث هو راح يكون فولو لل انتيير تيث، بات الشيد اوف بوستيرير تيث يكون مور داركر. يعني بصور يعني احنا ايش نختار شيد للانتيير تيث وفق الفاكتور احنا ذكرناها، الايج، الجندر، زين، البيشنت بريفرنس الى اخره. شو اختار يعني احنا نجي من نسوي سيلكشن البوستيرير تيث، لازم الشيء اللي نختاره يكون داركر، زين، وطبعا الداركر مالتهم لازم يكون هم متدرج، يعني راح يكون مثلا فيرست مولر وسكند بري مولر، اللي راح يبين بالسمايل راح يكون مور لايتر فروم ذا بوستيرير تيث، بس بنفس الوقت ما يكون لايتر ذان ذا انتيرير تيث، يكون داركر ذان ذا انتيرير تيث. ويجي مثلا المولارات راح يكون more darker from premolar، يعني راح يكون كل ما راح نروح للبوستيرير كل ما يكون الشيد more darker، زين. فلذلك اضافه يعني مو كلش يعني بالنسبه للبوستيرير تيث يعني ماكو تركيز كلش ودقيق مثل الانتيير تيث، يعني هو الشيد تدرون oral cavity dark فما راح يبين بيها بالسمايل، زين. فلذلك احنا ركزنا هواي بشيد بالانتيير تيث لان هي على مود استيتيك وبالانتيير وبينه بالسمايل. نجي بالنسبه للسايز، طبعا اذا تذكرون بالانتيير تيث قسمنا السايز الى وث وذا ولا لينث. هنا لا، بالنسبه للبوستيير تيث راح يكون 3 دايمنشن، ان اللينث او الهايت، زين، والويث واللينث. هنا الفرق يعني لان البوستيير تيث بي شنو الاكلوزال سيرفيس، زين، فلذلك راح يختلف، راح يكون شنو عباره عن 3 دايمنشن مو 2 دايمنشن. فبالنسبه للاول دايمنشن هو الاكلوزال جنجيفال هايت، الهايت مال البوستيرير تيث. طبعا هذا يعتمد على مثل ما ذكرنا، يعتمد على الانتر ارش سبيس، زين. المفروض احنا السبيس الانتر ارش سبيس انقسم الى 2 هالف، يعني الاكلوزال بلين المفروض يكون بالهالف مال انتر ارش سبيس، هذا الهالف راح يمثل لنا اللينث اوف بوستيرير تيث، زين. فهنا راح نعتمد حسب الافايلبل سبيس، احنا بالبدايه مو سوينا يعني الديترمينيشن، يعني الديترمينيشن مال انتير تيث اللينث على ما نعتمد، اذا تذكرون حسب الاستيتيك كنا نعتمد مثلا اكوردنج تو ذا ليب، زين، مثلا نشوف الليب مثلا شو المفروض 2 ملم او حسب، يعني قلنا هي بي فاريشن حسب الايج، حسب الجندر، زين، بي فاريشن، بس المهم احنا حددناه حسب الاستيتيك. هنا ذكرنا البوسي حسب الفانكشن، انا السبيس الافايلبل المفروض اقسمه الى نصين، هذا النصف هو يمثل لنا الهايت فور ابر اور الهايت فور ذا لور، زين. بعد الاذر دايمنشن فور ذا سايز هو البوكو لينجوال ويث، زين، البوكو لينجوال ويث. طبعا ان جنرال
الارتيفيشالتي سبيشالي انكومبليت انشر، اوكي سبيشالي انكومبليت انشر بي مور نارور ذان ذا ناتشرال توث. زين يعني احنا يعني شنو الهدف من هذا؟ اول شيء احنا على مود اهم شيء الفورس، يعني تعرف المساحه من راح تصغر، زين راح الضغط مالتنا راح يكون يحتاج ضغط اقل. شلون مشبهها؟ شلون مثلا النايف او السكينه ليش يسووها very narrow؟ يعني انت حتى تحتاج قوه قليله حتى تسوي الكات. نفس الفكره احنا التيث مالتنا الارتفيشال تيث راح نسويها more narrower than the natural teeth حتى نحتاج less force for mastication. ليش؟ لان احنا هذا الفورس ما نريد ننقله للريزيجوال ريدج ويسوي لنا ريزوبشن. يعني انا اذا سويت سايز نفس الناتشرال تيث راح احتاج مور فورس، هذا الفورس راح كله يروح للريزيجوال ريدج راح يسوي لنا ريزوبشن. فلذلك احنا لا احنا نحتاج يكون ال الويث مالتنا مور نراور فور فروم ذا ناتشرال توث. طبعا مو بس هذا الفائده مالته، الفائده اللي اذا طبعا بما انه البيشنت صار الدينجروس فور لونج تايم، زين ايش راح يصير؟ التانك راح يكون مور لارجر فروم ذا نورمال، لان صار لفتره هو فاقد اسنانه، فالتانك مالته راح يشوف اكو سبيس فراح يصير بي انلارجمنت. فانا اذا سويت نفس السايز مال الناتشرال توث هو التانك بي انلارجمنت ايش راح يصير بي؟ راح يصير بي يعني ديسلوجمنت، زين وانترفيرنس ويا التانك، يعني التانك راح يسوي ديسلوجمنت للدنشر والدنشر راح يسوي انترفيرنس للتانك. فلذلك احنا لازم نحسب حسابنا بين البيشنت صار دينجروس، ومن البيشنت صار دينجروس راح يصير سبيس اكثر من النورمال، فالتانك راح يصير اللارج سايز مالته اكثر من النورمال. فلذلك انا اضطر اسوي الارتفيشال تيث مور نراور. اضافه أنا اذا السايز مال التيث راح يكون لارج راح يكون ويا البكال كوليدور، زين هنا انا راح يسوي لنا تشيك بايت، زين راح يسوي لنا تشيك بايت. فلذلك انا لازم اسوي نراور زين على مود ما اتجنب التشيك بايت. والشغله الاخيره الفائده، يعني هذا كلها فوائد، ليش سوينا الارتفيشال تيث مور نراور دان ذا ناتشرال تيث؟ زين الفائده الاخيره بين انا حتى اقدر اسوي ان شاء الله هسه من نوصل مرحله الواكسينج، زين شلون نسوي كارفينج للدنشر، زين اللي هي راح تكون بعد مرحله الترايل، على مود اقدر شنو زين او خلال مرحله الترايل على مود اقدر اسوي السلوب زين مال البكل واللينجوال فلانج. هاي المفروض السلوب تكون على شكل كونكيف، زين يعني بيها ديبرشن على مود شنو التانج يجي يسوي لنا، اضافه بين على مود ما يسوي لنا ديسلوجمنت حتى يفيدنا بالريتينشن. بينما انا اذا الارتفيشال تيث مالتي راح تكون وايدر وما راح اقدر اسوي هذا الكونكافيتي مالتي، زين راح يصير مثلا كونكيف، يعني انا بهالحاله مثلا من داخل الاسنان يعني يكون مور نراور راح اقدر اسوي هذا الكونكافيتي. بينما ذا هي لارج لهنا راح يكون مكان مال الكونكافيتي راح يكون كونفكس راح يسوي بوش للتانك، زين فهذا البوش راح يسوي لنا شنو ديسلوجمنت للدنجر. هاي راح نستفاد بها على مود الريتينشن، لان احنا الريتينشن ان شاء الله سناخذها بوقتها يعتمد على 3 سيرفيس. السيرفيس الامبريشن سيرفيس زين هذا يعتمد على مود مبدا الادهيشن. اذا تذكرون ضربنا المثال مال الميداليه الربر المطاط اللي تتعلق بجامه مال سياره، على من تعتمد؟ تعتمد على نيجاتيف بريشر. فهذا على من يعتمد؟ يعتمد على شنو التشو سيرفيس ويل ادابتد ويا الفاونديشن اريا. زين على من بعد يعتمد الريتينشن؟ على الاكلوزال سيرفيس. انا اذا عندي مشكله بالاكلوجين زين مثلا هذا يصير بي كونتاكت هذا ما يصير بي كونتاكت هم راح يصير بي ديسلوجمنت. فلذلك هسه ان شاء الله من نوصل للاكلوجين راح يشوفون راح ناخذ يسموه البالانس اكلوجين. يعني انا من اسوي كونتاكت بهذا التوث ات ذا سيم تايم انا المفروض احصل كونتاكت بهذا التوث، لان هذا يعني هو الدنشر كله بيس وحده مو مثل الارتفيشال تيث. يعني انا من اخلي فورس هنا وما اخلي هنا زين
هاي راح تنزل، هاي راح تصعد، هاي راح تخلع. لذلك يعني المفروض احصل بالانس سايكولوجي. والسيرفس الثالث اللي يساعدنا بالريتينشن اللي هو البولس سيرفس. البولس سيرفس علاقته ويا تشيك ويا التانك. فالمفروض اني يعني يكون الكارفينج مالتي مال الفلانج او البولس سيرفس ويا التانك ويا تشيك يكون المفروض على شكل كونكافيتي حتى نعطي سبيس على مود التانك، يساعدنا بمكان ما يسوي لنا ديسلوجمنت. بالعكس هو راح يسوي لنا فورس يسموها بالنيوترال زون، يسوي لنا فورس على مود يساعد الدنشر بالريتينشن. فلذلك راح نرجع نذكر البنفيت for making the artificial teeth more narrower from the natural teeth. The first benefit for less mastication force اللي هي راح بما راح اقلل الفورس، اذا راح اقلل الريزوربشن مال الريزيجوال لان الفورس راح تكون اقل عليها. اضافه قلنا على مود التانك هو بالنسبه للبيشنت دينجرس فور لونج تايم، فراح يصير بانلارجمنت للتانك. فان اذا سويتها ذا سيم اوف ناتشرال تيث راح يصير انترفيرنس ويا التانك وراح يسوي لنا ديسلوجمنت. اضافه راح يسوي لنا تشيك بايت. زين، والبنفيت الاخيره انا مود اقدر اسوي الكارفينج والفستونينج مال الدنشر ماتي كونكافيتي على مود نسوي سبيس للتانك وما يصير بي انترفيرنس ويساعدنا بالريتينشن. زين، نجي الميزيو ديستال لينث. زين، الميزيو ديستال لينث طبعا اذا تذكرون بالريكورد بيس، زين، اخذنا بين الانتير تيث الوث مالتها قلنا من الكناين لاين للكناين لاين، بينما الوث اوف ذا بوستيرير تيث راح يكون من الكناين لاين. زين، من الكناين لاين المن للانتيرير بوردر اوف ماكسيلاري تيوب بوروسيتي بالنسبه للابر، وللانتيرير اوف رتومولار باد بالنسبه للابر. زين، يعني بالنسبه للماكسيلاري تيوب بوروسيتي قلنا هي بيهايند ذا توث، اضافه ريترو من اسمها ريترو يعني خلف، الريترو مالر همات راح تكون بيهايند ذا توث، فهي ماست نوت اكوبايد باي ارتفيشال تيث. يعني ارتفيشال تيث المفروض تكون انتيرير للماكسيلاري تيوب بوروسيتي وانتيرير للريترومولار باد. طبعا الملاحظه المهمه بالنسبه للور، المفروض الارنجمنت ماتي مال البوستيرير تيث يعني ما يكون on the slope of retromolar bud. ليش؟ يعني شنو الديسادفانتج اني اذا صار الارنجمنت ماتي على السلوب اوف retromolar bud؟ اول شيء هو سلوب سيرفيس انكلاين سيرفيس، فمن راح تجي فورس ايش راح يصير بيه؟ راح يصير بوش ليد او ديسلوجمنت للدنشر فورورد. زين، يعني احنا يعني مو فلات سيرفيس، سلوب. زين، فلذلك يعني لازم بالخلال الارنجمنت اني من البدايه اقيس المسافه مالتي. فاني مثلا اذا شفت المسافه مالتي اقل من النورمال، زين، يعني اسوي احد الاحتمالين، اما اختار مور نارور تيث ميزيو ديستال، او مرات افضل لا اسوي اومتنج. يعني اما اسوي اومتنج مثلا للسكند مولار او احد البريمولات. يعني شنو اقصد اومتنج؟ يعني ما نخليه، يعني نلغيه. المهم ما يكون الارنجمنت مالتي مال التيث على السلوب اوف رترومولار باد. ليش؟ لان هذا الانكلاين بلين من يصير عليه فورس. زين، من راح يصير عليه فورس؟ هسه راح نوضح لكم اياها. يعني هذا الانكلاين بلين، انسان اذا جت الكلوزر فورس هنا على الانكلاين وهذا الانكلاين بلين، ايش راح يصير بيه؟ راح القوه راح تصير بيها محصلتين، ولذلك راح يصير شوفوا احد المحصلات ايش قاعد يسوي، راح يسوي بوش للفورورد. بينما انا اذا لا السيرفس راح يكون هوريزونتال ما بي اني انكلينيشن، فالفورس مالتي مال الاكلوجي ما راح تتوزع، كل الفورس راح تساعدني بالشنو بالريتينشن. فلذلك انا لازم اتجنب
السلعة. تمام، هسه نجي بالنسبة للكلوزال فورم. زين، ذكرنا احنا بالنسبة للانتيير تيث، يعني شفتوا شلون اخذنا ماني اسبكت للفورم، للفرونتال والبروفايل، وشلون الجندر ياثر. بينما هنا راح تشوفون كله راح نركز على الكلوزال فورم، لان احنا سيلكشن مالتنا بالبوستير تيث يعتمد اكثر شيء على من، على الفانكشن. فالفانكشن وين قاعد تصير؟ الفانكشن هي راح يعني الماستيكيشن اللي هي الفانكشن مالتنا راح تكون بالاكلوزال سيرفيس. زين، فلذلك نهتم احنا شنو بالاكلوزال فورم. الاكلوزال فورم راح بيها تو تايب، اما كاسب فورم يعني عندي كاسب، زين، اللي هو نفس الاناتوميكال فورم اللي نفس الناتشرال تيث. طبعا هذا بي ماني تايب ماني ديجري. زين، عندنا الناتشرال اللي يسموه 33 ديجري، اللي هي شلون راح تنقاس الزاويه مالته. زين، يعني هي بي ماني ديجري، هذا الاسلوب مال الكاسب مالتي ويا الهوريزونتال بلين، انا راح احصل شنو الانجل مال الكاسب مالتي شقد. نقدر احنا نقللها عن الناتشرال، زين، او مثلا هو الناتشرال باي تايم مثلا يصير بي ويرينج ويقل الكاسب انجل مالته، اضافه لحد ما توصل مرحله ان الكاسب سلوب مالتي ويا الهوريزونتال بلين اللي يسموها زيرو ديجري. زين، اللي يسموها زيرو ديجري. طبعا هاي الزيرو ديجري شي يسموه تايب، يسموه نون كاسب فورم. نون يعني ما عندي كاسب. زين، هذا نون كاسب فورم. قاعد تشوفون السلوب مال الكاسب ويا الهوريزونتال بلين، ما لكم علاقه بهذا، هذا مجرد جروف، يعني هذا ما يعتبر كاسب، مجرد بس جروف. بس انا اقصد هذا الاليفيشن مالتي السلوب مال الكاسب، شوفون هنا انا شنو ويا الهوريزونتال، اللي يسموه كاسبلس فورم او مونوبلين فلات بلين او زيرو ديجري. لذلك هسه هذا الشيء مال 33 ديجري، تشوفون مثل الناتشرال تيث. زين، الاليفيشن هوايه، اكو سيمي اناتوميكال، يعني لا هو زيرو ولا هو ناتشرال، يعني زين، هذا اللي في هذا نقدر احنا هسه نجي وحده وحده. ليش احنا عندنا بالارتفيشال تيث عندنا نون كاسب فورم؟ يعني هسه واحد يكون منطقيا المفروض اني احصل كاسب، زين، مثل احصل كاس مثل الناتشرال، يعني ليش انا عندي تايب اللي هو زيرو ديجري، زين، او سيمي اناتوميكال. نجي هسه راح نشوفهم من خلال البنفيت بالنسبه للاناتوميكال فورم. زين، البي كاس اول شيء راح تكون مور افيشنت ان تشونج. زين، طبعا انا يعني من راح احصل هذا البوينت كاس، زين، راح البنتريشن للفود خلال الماستيكيشن راح يكون ايزر، لذلك انا يعني اقدر احصل مور افيشنت تشونج. زين، اقدر اسوي بالانس اكلوجن. زين، لان اقدر خلال الوركينج والنون وركينج تايب بنفس الوقت اقدر احصل كونتاكت بيناتهم. زين، اقدر العلاقه بتوين الكاسب والفوسه، زين، راح يكون ديفينيتيف كونتاكت، فاني اقدر يعني اسهل للبيشنت بين يرجع للسنتريك اكلوجن، لأن الكاسب والفوسة يعني الكاسب بما أنه هو بوينتد، زين، فالبيشنت ما يقدر مثلا يسوي كاسب تو كاسب كونتاكت، لأن الكاسب لو فلات بيها مجال، بس الكاسب بوينتد فما بيها مجال إلا يخلي الكاسب وين بالفوسة، فهذا يساعدني بأن البيشنت دائما يرجع للسنتريك أكلوجين. بس هو طبعا أنا إذا أو الدينتست عنده إرار بالسنتريك أكلوجين راح يسوي لنا مشاكل، لان البيشن كل ما يريد مثلا يرجع للنورمال سنتريك اوكلوجن مثلا صار كونتاكت كاسب كاسب، راح يضطر يسوي مثلا رايت اند ليفت موفمنت، يعني هاي الحركه رايت وليفت موفمنت وكل مره بتشون راح تاثر لي على التي ام جي. فلذلك المفروض الانرنجمنت مالتي يكون مطابق للسنتريك اوكلوجن، فاني اي ايرور بالسنتريك اوكلوجن راح يسوي لنا هاي البروبلم. زين، فلذلك هسه راح تشوفون مثلا انا مرات احتاج لا الفلات او الزيرو ديجري، من الامارات من البيشت انا ما اقدر احصل الاكوريت اكزاكتلي سنتر اكلوجين، يعني نوت بريسايز.
فأنا إذا بحالات ما أقدر أحصل بريسايسلي راح أفر لا أخذ شنو الزيرو ديجري، حتى مثلا أعطي مجال للبيشنت عادي خلي يصير مثلا كاسب تو كاسب لأن هو فلات، بينما أنا إذا أقدر أحصل بصورة دقيقة فأكيد يفضل أسوي الكاسب فورم حتى تكون كاسب تو فوسة أكيد مور استيتيكلي. يعني أنت وين أكو توث بي كاسب وين توث بي فلات يعني بي ويرينج more compatible with the surrounding oral environment. بينما نجي non-cusp form، بالنسبة للnon-cusp form مثل ما ذكرنا بالنسبة للاترال فورس، طبعا هنا هسه راح تشوفون اني هنا راح بي سلوب زين، بينما هذا فلات، هذا السلوب راح يصير بي لاترال فورس، يعني هنا راح تصير هسه راح نرسمه، راح تجي باللاترال موفمنت بالرايت والليفت راح تجي فورس على على السلوب اوف ذا الكاسب زين. هذا اللاترال فورس طبعا هي ذا مور هيرفول فور ريزيدوال، هاي الاكثر فورس راح تسوي لنا مشاكل وتسوي لنا ريزوبشن وتسوي لنا ديسلوجمنت للدنجر. فاني اذا مثل ما ذكرت لكم انا اذا ما مضبط مات البريسايسلي ريجستريشن مال السنتر كريليشن والسنتر اكلوجن زين، فراح تسوي لنا اضافه إذا residual ridge ماتي بيها resorbed يعني flat not well formed، فهنا ما راح تتحمل هذا هاي lateral force. بينما هنا بالflat من يسوي البيشنت right and left movement ماكو lateral force، أغلبها شنو أغلب الفورس اللي هي perpendicular. طبعا دائما الفورس perpendicular راح تكون تتحمل اكثر، يعني البيشنت او الريزيدوال ريج راح تتحمل الفورس مال البابنديكولار مور ذان ذا فورس اوف ذا لاتر. طبعا هاي المشكله مو بس فقط بال يعني كومبليت دنتشر، يعني حتى بالنسبه للناتشرال تيث دائما تكون اللاترال فورس مور هازارد، اللاترال فورس اللي هي دائما تسوي لنا الادفيرس افكت زين، بيها جوانب سيئة. خاصة مثلا هسه احنا ذاكرين هنا مثال البروكسيزم، ايش نقصد البروكسيزم؟ يعني البيشنت خلال النايت ماته يسوي لنا هاي اللاترال موفمنت زين، هاي البروكسيزم ايش نقصد احنا البيشنت خلال يعني بالمصطلح العام يسموه يقز بسنانه زين، فلذلك اشوف الاسنان مالته يصير بيها ويرنج لحد ما توصل مرحله بين يصير ما عنده كاسب. طبعا هاي اللاترال فورس راح تاثر لنا حتى على الناتشرال توث، يعني حتى لو عنده روت راح يسوي لنا مشاكل ويصير بيها بعدين موبيليتي ويضطر البيشنت بعدين يسوي لها اكستراكشن او اذا ما داركها. فلذلك احنا بالكومبليت دنتشر خصوصا بما انه هو ريموفبل وما بي سبورت نحاول نتجنب اللاترال فورس. فلذلك غالبا زين اما نستخدم السيمي اناتوميكال اللي هو هذا سيمي اناتوميكال الديجري مالته اقل السلوب مالته اقل، واكو حالات راح نستخدم اللي هي فلات بلين، نادرا ما نستخدم بالكومبليت دنتشر اللي فول اناتومي زين، راح تكون مور كومفورتبل للبيشنت. يعني البيشنت مثل ما ذكرنا ما بي ستوبر الا كاست تو فوسا، يعني يقدر البيشنت يسوي رايت ليفت موفمنت، وهاي راح تفيدنا اذا انا عندي مثلا بالريجستريشن مالتي زين. اما الريليشن مال الجو ما ريليتد سواء كلاس 2 او كلاس 3 او هو البيشنت عنده ان كوردينيتد نيورومسكولار movement، يعني مثلا عنده باركنسون ديزيز يعني ما يقدر يسيطر على الموفمنت مالته، حتى بكل مره اذا تشوفون هذا يسمون الرعشه شلون ما يقدر يسيطر على الموفمنت مال الماندبل مالته. فانا هنا ما اقدر اعطي فول اناتومي بحيث اخليه الا مجبر يصير كاست تو فوسا، ما راح لازم اعطي شنو فريدوم. هاي شلون حصلها؟ حصلها من خلال فلات بلين، حتى بالرايت والليف موفمنت يقدر يسوي بها فريدوم وما صار بيه ديسلوجمنت للدنجر. والشغله الاهم بين اني بما انه اني حصلت فلات بلين بالنون كاسب فورم فالفورس مالتي كلها راح تكون بيربنديكولار ماكو لاترال فورس، فاقدر استفاد من عندها اذا كان الريج مالتي ريزوربد ريج نوت ويل فورمد، حتى اقدر احافظ
على الريدج مالتي، لان قلنا اللاترال فورس اللي هي بها مور هيرمفول افكت اون ذا ريزيدوال ريدج. زين هسه لحد الان يعني احنا كملنا السلكشن، يعني بالبدايه كملنا السلكشن مال الانتيرير اند ذا بوستيرير تي، ورا ما كملنا السلكشن زين اللي هي تعتبر كلينيكال بارت، السلكشن مال الارتفيشال تي يعتبر كلينيكال بارت، وراها لازم انتقل للشنو للارنجمنت اوف ارتفيشال تي اللي هو راح يعتبر لاب بارت، اللي هو قلنا المرحله الثانيه دائما تركزون على اللاب بارت، يعني الشغل مالتكم اللاب بارت، صحتو كثيوري قاعد تاخذون الكلينيكال بارت حتى ان شاء الله تتهيئون من توصلوا مرحله رابعه تقدرون تشتغلون بالعيادات. بس الشغل مالتكم كمرحله ثانيه ركز على اللاب بارت. فلذلك اكو بعض من المختبرات احنا بلشنا وياهم اللي هي arrangement of the artificial teeth، تنقسم هي للانتيرير and the posterior teeth. احنا بالبدايه قبل ما ندخل بالارنجمنت بصوره عامه بس حبينا نوضح لكم بين الارنجمنت راح ناخذ ايش توث زين البوزيشن مالته ان 3 دايمنشن، يعني راح ناخذه بالفرونتال فيو اللي هو من الامام، باللاترال فيو اللي او يسمو ساجيتال فيو هو من الجانب، وبالهوريزونتال او الاكلوزال فيو اللي هو راح يكون من الاعلى، يعني نريد البوزيشن مال ايش توث ان 3 دايمنشن. قبل ما ندخل بالارنجمنت مال الارتفيشال تي لازم اكو عندي جايدنس، يعني انا الارتفيشال توث وين يعني وين اخليها، فاكيد لازم عندي جايدنس. طبعا راح تشوفون احنا الجايد لاين راح نذكرها ذاكريها سابقا، ذاكريها وين؟ ذاكريها بالريكورد بيس. ليش؟ لان احنا ايش قلنا الريكورد بيس؟ الريكورد بيس شو تمثل؟ هي الفيوتشر فور artificial teeth، يعني احنا سوينا record base سوينا لها adjustment اللي هي عبارة عن works، انا حتى اسوي space بعدين يصير بي occupied by artificial teeth. زين فلذلك احنا مجرد من راح نذكر هاي guideline مجرد قاعد نسوي check up بان احنا الشغل مالتنا بالrecord base اوكي correct ماشيين على guideline، لو ايكم مشاكل مثلا عندهم مشاكل يحاول لازم يسوي لها correction. ليش؟ لان دائما نعيد ونذكر بان احنا بالprostodontic الستيب مالتنا يعني الشغل مالتنا راح يكون ستيب باي ستيب، يعني انا اذا عندي ايرور ستيب معينه النكست ستيب هم راح يكون بها ايرور. فلذلك دائما ناكد يعني حتى لو احنا مختبر اخذناه وعبرناه اذا عندنا مشاكل نحاول نرجع نصححها حتى النكست ستيب ما يصير بها مشاكل. فلذلك راح تشوفون مثلا بالماكسيلاري كاست الجايد لاين زين اللي عندنا البايسكتنج لاين للإنسيسيف بابلة زين هاي أخذنا قلنا المفروض 7 إلى 8 ملم على مدى أقدر أحدد الليبيال سيرفيس مال الانتيرير تيث مال السنترال انسايزر. زين بعد إيش عدي؟ عدي الميد لاين مين أحدده؟ قلنا من الإنسيسيف بابلة ميد بلتاين رافي فافيا بلتاني زين هاي أقدر أحدد من عدها الميد لاين. بعد إيش عدي؟ عدي الكناين إمينينس كذلك أقدر أحدد من عده البوزيشن مال الكناين. إضافة أكو بعض طبعا هاي ما تمشي بكل الحالات لأن أكو تايبات للأرش يعني ما تقدر تطبقها بكل الحالات. البايسكتنج لاين مرات يكون هو نقدر من خلاله من اللاترال نقدر نحدد شنو الكناين تيب، بس هاي أقدر أعتمد عليها بكل الحالات ما أقدر. ليش؟ لأن مرات الأرش يكون يو شيب فوم، مرات يكون سكوير فوم، مرات يكون في شيب فوم، فمو بكل الحالات. أكثر شيء نقدر نعتمد أما الكناين إيمينينس، وإذا بالكلينيك وعدي البيشنت في المور بريفيربل اللي هي الألا أوف ذا نوز. زين نيجي بالنسبة للمانديبلر كاس شنو الجايد لاين مالنا؟ يعني هاي إحنا ما أخذيها سابقا مجرد نريد نسوي ريفرشمنت وتشيك أب بأن إحنا الأجسمنت مال الريكورد بيس مالتنا كوركت، لأن هي راح ريبريزنت زين the space for artificial teeth. يعني أنا إذا record base مالتي correct في arrangement مالتي راح يكون correct، record base مالتي بيها error في arrangement مالتي راح يكون بيها error. فلذلك لازم أسوي check up وارجع check the guideline. زين أول شيء إيش عندنا؟ هذا frontal plane line اللي هو يسوي bisecting residual ridge راح يساعدنا بالarrangement مال anterior teeth. عندنا بالكورنر هاي التيب of the canine يساعدنا بالposition of the canine.
من الكناين بوينت للميد اوف ريترومولار باد، هذا اللاين المفروض فولو ريزيجوال ريدج وبايسكت البوستيرير ريزيجوال ريدج، ويساعدني بالبوزيشن مال البوستيرير تيث بوكو لينجوالي. يعني هل اخلي البوستيرير تيث مور بوكالي، اخليها مور لينجوالي؟ شنو هو الجايد مالتي؟ الجايد مالتي هو ال residual ridge، هذا اللاين from the canine point to the mid point of retromolar bud اللي هو coincide with the residual ridge. إضافة هاي أخذناها أكثر من مرة بأن صح الاكستنشن كفلانج أو record base راح تكون 2/3، بس الهايت of a closer rim راح يكون half of retromolar bud. half of retromolar bud هاي يحددني بالهايت of a closer plane والهايت of posterior teeth. طبعا بالنسبة للارانجمنت، بالنسبة للارانجمنت راح ينقسم الى four sequence. يعني نبدي اول مرة بالmaxillary anterior teeth، بعدين بالmandibular anterior teeth، بعدين mandibular posterior teeth، بعدين maxillary posterior teeth. طبعا واحد يسأل يعني ليش هاي sequence، يعني ليش انا بلشت بالmaxillary anterior teeth، ليش مو بالعكس؟ زين ليش بعدين بوسيا والبوسيا بالعكس، اول شيء اللور بعدين الابر؟ طبعا اكيد انت يعني ضربنا مثال احنا للمختبر الاول قلنا لهم اذا انت تريد عندك طريقين، واحد اظلم ما بي اي علامات داله وما بي اناره، وطريق كله علامات داله واناره، فانت ايش تختار؟ اكيد راح تختار الطريق اللي بيه علامات الداله حتى يكون السير مالتك بصوره صحيحه. نفس الشيء احنا بالارنجمنت راح نبلش بالانتيير تي، لان الجايد لاين المتوفره زين اكثر جايد لاين الستارتنج بوينت نقدر نبدي من عندها هو الانتيير تي. زين ذكرنا هسه مثلا الجايد لاين شلون البايسكتنج لاين حددنا البوزيشن مال السنترال انسايزر، كذلك حتى بالبيشنت شلون حددنا اللينث من خلال الليب، زين الى اخره. يعني هاي التفاصيل كلها ماخذيها بالريكورد بيس، فلذلك الستارتنج مالتي راح تكون بالماكسيلري انتيير تي. طبعا الامبورتنس مال الانتيير تيث على مود سوي سبورت هي تقريبا راح تشوفوها ذا سيم امبورتنس اللي ذكرناها بالريكورد بيس على مود شلون الليب سبورت، على مود الفونيتيك، على مود الاستيتيك. فكل هذا يعني راح يتعلق على مود، يعني بالنسبه للانتيير تيث راح تتعلق بالاستيتيك. فنجي راح ناخذ ايش توث، قلنا البوزيشن مالته ان 3 دايمنشن. بالنسبه للماكسيلاري سنتر انسايز من الفرونتال فيو، بالنسبة لللونج اكسس، هذا اللونج اكسس مثل ما تشوفون راح يكون بابنديكولر للاكلوزر بلين، اضافة صاير هنا صاير تاتش ويا الاكلوزر بلين. يعني هنا تحدد ان الارنجمنت بانتي راح يكون ويا الليفل ويا الاكلوزر بلين. الكونتاكت بوينت بتوين تو سنترال انسايزر كونسايد ويا وذ ميد لاين، اوكي كونسايد وذ ميد لاين. نجي بالنسبة للساجيتال او اللاترال فيو راح تكون تشوفون بي سلوب انكلينيشن labial inclination تقريبا 5 degree. بالنسبه from the horizontal or closal view تشوفون من السنترال of the تقريبا قلنا 7-8 ملم. زين incisive fabula من central of incisive fabula مفروض 7-8 ملم. تشيك انت اذا الريكورد بيس مالتك صحيحه، انت مجرد راح تمشي على labial surface مال الريكورد بيس، بس هنا مجرد تسوي تشيك اب. زين إضافة إذا تشوفون لازم خلال الارنجمنت مالتنا يكون الميزيال سايد متقدم على الدستال سايد على مود نسوي الكيرفيتشر، يعني follow the curvature of the arch. زين ما يكون الارنجمنت مالتي ستريت. زين وبعدين الارتفيشال تيث مالتي راح تطلع out of the arch، لازم بالارنجمنت مالتي أحاول أبدي هذا أسوي الراونديشن. زين على مود follow the curvature of the arch. شوف شلون هنا يعني موضح لك أنا المفروض follow the curvature of the arch اللي هي تمثلت بالrecord base. طبعا المفروض الشيب مال الcurvature يعني according to shape of the arch. يعني هسه احنا بما انه الكاست مالتكم ideal فدائما تكون شنو U shape، بس مرات ان شاء الله من تروحون للكلينيك راح تشوفون قسم من الarch يكون V shape. قسم يعني بالV shape راح نحتاج شنو roundation اكثر حتى يبقى ضمن الكيرفتشر اوف ذا ارج. عندنا سكوير شيب مثلا، بالسكوير شيب بالبدايه لا ما بي كيرفتشر، بعدين بالكناين يصير بي كيرفتشر حتى يصير مثل السكوير. فذلك هو ديبندد اون ذا شيب اوف ذا ارج.
زين نجي بالنسبه للماكسيلر لاتر انسايزا من الفرونتال تشوفون اللونج اكسس اتش بي بانكلينيشن الانكلينيشن اللي وين رايح للديستال. طبعا ذكرناها بان تكون قاعده عامه بالنسبه للتيث، كل ما تروح للبوسير كل ما راح يصير بها انكليشن للديستال. يعني حتى يعني نبدي بالبدايه بالسنترال انسايسر كان شنو بيربنديكولار، كل ما راح نروح للبوسير كل ما راح يكون بها ديستال انكليشن. اذا تشوفون هنا علاقه اللاترال ويا الاكلوزال بلين ايش بيها راح يكون شورتر باي 1 ملم. اذا علاقه اللاترال بالسنترال ايش بيه راح يكون شورتر كذلك باي 1 ملم. زين نجي من ناحيه الساجيتال، بالنسبة للساجيتال إذا شوفون بهم بليبيال انكلينيشن بس الديجري راح تكون مور، فلذلك تشوفون النيك مال اللاترال يكون مور ديبريست. وكذلك ما ننسى الارنجمنت مالتنا راح يكون فولو ذا كيرفيتشر اوف ذا ارش، يعني يكون الميزل متقدم عن الديستال. بالنسبة للماكسيلر كيناين اللونج اكسس مالته راح يكون هما تنقلنا كل ما نروح للبوستيا راح يكون بسلوب، واكو قسم بأكو فاريشن. زين قسم يكون عندهم الكناين بابنديكولار بس الموست كومون هو يكون الكناين سلوب للديستال. علاقة الكناين بالأكلوزال سيرفيس اش بي تاتش ذا أكلوزال سيرفيس، اذا علاقة الكناين بالسنترال انسايزر شنو يكون ذا سيم لينك، وبالنسبة لللاتر راح يكون لونجر. بالنسبه للساجيتال راح الكنان راح يكون بيربنديكولار. اوكي من الساجيتال فيو يعني اللاترال راح يكون بيربنديكولار. ما ننسى ذكرنا احنا الانتيير تيث ارنجمنت المفروض فولو ذا كيرفيتشر اوف ذا ارج، بس ذا موست امبورتنت از ذا كنان. واي؟ بيكوز از ذا كورنر اوف ذا ماوث از ذا تيرنينج بوينت فروم ذا انتيير تو بوستيير، فلذلك هنا الراونديشن والكيرف مال الكنان راح يكون more from the anterior teeth. انا اذا ما سويت هذا الراونديشن شوفوا شلون طلع out of the arch، هاي كلش important. بالنسبة للارنجمنت مال المانديبولار anterior teeth هي follow، يعني احنا مثل ما قلنا احنا بلشنا بالانتيير لان احنا عندنا الجايد لاين مال الانتيير اكثر. من راح نبلش باللور راح يكون follow the upper، يعني الجايد لاين مالتي راح يكون فولو ذا ابر. زين فلذلك بالنسبه راح تشوفون اللونج اكسس راح يكون بابنديكولار، الكونتاكت بوينت اوف تو لوور سنترال انسايسر راح يكون كونسايد ويا الميد لاين او اوف ذا ابر اللي هو كونسايد وذ ذا ميد لاين اوف ذا كاست. زين من ناحية الساجيتال راح يكون كذلك بالليبيال انكلينيشن، وطبعا اللي قلنا اللور راح يكون ديبيند اون ذا ابر، فلذلك راح نعتمد على تو ريليشن. بالنسبة اللي يسموها الفيرتيكال اوفرلاب يعني ايش قد الانتيير تيث يغطي اللور تيث هذا يسموه الاوفر بايت. زين المفروض بالنورمال هو 2 تو 4 ملم بس بالنسبة للكومبليت دنتشر راح نعتمد الارنجمنت مالتنا راح يكون 2 ملم. وبالنسبه للهوريزونتال ريليشن اللي هو يسموه هوريزونتال اوفرلاب يعني ايش قد الماكس اللي متقدم على المانديبل، زين او يسموه اوفر جيت بالنسبه بالنورمال همات يعني يكون 2 تو 4 ملم. طبعا العفو بالنسبه للاوفر بايت راح يكون 1 ملم بالنسبه للكومبليت دنشر، وبالنسبه للاوفر جيت راح يكون 2 ملم. طبعا ليش احنا بالنسبه للاوفر بايت راح يكون اقل من النورمال على مود نحاول as much as possible يكون more incisal guidance مالتنا incisal guidance يكون more shallow. ليش؟ حتى نحاول نعطي فرصة من يصير protrusion يعني المانديبل من راح يسوي المانديبل من راح يسوي protrusion. زين يحاول ما يصير lower central incisor contact بال upper central incisor. ليش؟ لأن الكومبليت دنتشر مثل ما قلنا هو ريموفابل، فأني إذا صار بي كونتاكت إيش راح يصير بي؟ راح يصير بي ديسلوجمنت راح يخلع من البوستيير. يعني هذا إذا دنتشر يجي راح يصير بي ديسلوجمنت من البوستيير، بينما أنا حاول من يسوي البيشنت بروتروجن يحاول أكو سبيس يسوي بي سكيب. زين ما يصير بي كونتاكت بالأبر، زين فحتى ما يصير بي هذا الديسلوجمنت.
فلذلك كان الانسايزال جايدنس مالتي اللي هي عباره عن شنو هذا البليتال سيرفيس مال الابر سنترال انسايزر ويا الهوريزونتال بين هاي الانجل شو يسموها الانسايزال جايدنس انجل. هاي كل ما تكون شالو بالكومبليدنشال كل ما تكون بتر. هاي شلون اتحكم بها الانجل؟ هاي اتحكم بها الانجل اما من خلال الاوفر بايت. يعني انا اذا الاوفر بايت مالتي ديب ازدادت الانجل، يعني انا احتاج سلوب قوي حتى يعني انجل قويه حتى اقدر اسوي هاي البروتروجن واسوي افويد سلين كونتاكت. فلذلك انا الاوفر بايت هنا سويته قليل 1 ملم. زين كذلك الاوفر جيت، انا اذا سويت انكريز الاوفر جيت مثلا خليته هنا أنا. يعني انا راح الافويدنس مالتي راح يزداد، يعني لحد ما يسوي بروتروجن هو اللي هنا أنا. ما راح يصير بي كونتاكت، بينما انا اذا قللت الاوفر جيت بس اول ما يسوي بروتروجن راح يصير بي كونتاكت. زين اضافه اللي هو السيرفس مال البليتال انا اقدر اتحكم بيه، يعني انا السيرفس مال البليتال ممكن ما اخليه هاي اقدر اخليه هيجي. زين او اقدر اخليه هيجي اتحكم بالانجل مال الانسايزر جايدز. ثاني ثري فاكتور هي ديترماين three factor determine the incisal guidance angle. فاني احاول اخليها as shallow as possible. زين يعني على مود نتجنب الـ شنو dislodgement مال complete denture. نجي بالنسبه للمانديبولار lateral incisor long axis مالته راح يكون شنو inclination للdistal. بالنسبه للساجيتال راح يكون بابنديكولار. اذا تذكرون بالابر قلنا شنو عندنا بالساجيتال يكون بابنديكولار، زين اللي هو كناين، بينما البقيه كلها بها انكلينيشن. زين كذلك المفروض فولو ذا كيرفيتشر اوف ذا ارش. بالنسبه للمانديبولار كناين، مانديبولار كناين باللونج اكسس من الفرونتال راح يكون شنو قلنا القاعده تقول كل ما نروح للبوستيرير كل ما بي شنو ديستال انكلينيشن. بالنسبة للساجيتر أو اللاتر هنا بالعكس راح يكون بي شنو راح يكون بي سلوب لللينجوال. يعني هنا القاعدة يعني إذا شوفون كل هنا من الكنان بالنسبة لللور كل ما راح يروحوا للبوستيرير راح يكون السلوب مالته لللينجوال، فراح يبدي من الكنان بلينجوال انكلينيشن. هذا كنان بلينجوال انكلينيشن كل البوستيرير راح يكون بيه لينجوال انكلينيشن. كذلك من ننسى قلنا الامبورتنس اوف ذا كناين اللي هو كورنر اوف ذا ماوث، فالمفروض الراونديشن مالته يكون اكثر من البقيه على مود البوستيرير تيف. الارنجمنت مالتها تبقى ضمن الارش ضمن الكيرفيتشر اوف ذا ارش اللي قلنا بوستيرير تيف ان شاء الله سناخذها بالمحاضره القادمه اللي راح نعتمد بالعكس، راح نبدي باللور بعدين الابر. ليش؟ لان الجايد لاين المتوفره باللور اكثر من الجايد لاين موجوده بالابر بالنسبه للبوستيرير تيف اللي هي من الكناين بوينت للميد اوفر ترومولار باد حتى اقدر احدد البوزيشن البوكولينجوال بوزيشن مال البوستيرير تيف. شكرا جزيلا استماعكم للمحاضره، وراح نسمع من عندكم ان شاء الله اذا اكو سؤال.